السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. سنتحدث اليوم عن المرأة، نعم سنتحدث عنك سيدتي، وسأقدم لك مجموعة من الطرق لكسر الروتين اليومي وتجديد الطاقة. أول الطرق: اضحكي واستمتعي بحياتك، العبي أي لعبة تعجبك، سرحي شعرك كما ترغبين، اتركيه بدون شيء، جربي ما تريدين، لا فرق في كونك طويلة أو قصيرة، سمينة أو رشيقة، بيضاء أو سمراء، أنت جميلة على كل حال، لا فرق إن كنت جميلة أو فيك بعض الجمال أو بدون جمال، لا يهم، فكل من حولك مثلك. جمال الأنثى أنها أنثى، جمال الأنثى في أنها تعيش لتسعد نفسها وتستمتع بالحياة، جمال الأنثى في ابتسامتها وروحها المرحة ورضاها عن نفسها وصداقتها الجميلة. أكملت تعليمك أو تعثرت؟ موظفة أم لا؟ لديك زوج أم غير متزوجة؟ لديك أبناء أم لم ترزقي بعد؟ ماذا يهم؟ هذا اختيار الله تعالى. من سيمنعك من الحياة؟ عيشيها بسعادة ولا تعيشي بين القضبان. انطلقي، اسعدي، لا تفكري في تغيير واقعك وظروفك، بيتك أو أسرتك، فالناس مثلك تماما، اتركي مقارنة نفسك مع الآخرين، فهذه تعافة. لا تعدي الأيام وتقولي فاتني، بل قولي عشت وما فاتني. كوني متفائلة جديرة بما خلق لك ربك، حامدة شاكرة ساجدة، فتأتيك أمنياتك تباعا تباعا، من رب يكرم لا مخلوق متبرم. إذا شعرت يوما بالرغبة في البكاء فلا بأس، ادفني رأسك في وسادتك وابكي، بل تحدثي مع نفسك واخرجي ما بداخلك، ثم اسكبي ماء باردا على وجهك، فلست وحدك من تبكي، كلنا نبكي. ارسمي وإن لم تتقني الرسم، ارسمي زهرة دائرة بمنتصف حولها عدة دوائر، أصغر الأطفال لا بأس، فأنت طفلة. كم عمرك؟ 15، 16، 20، 30، 50، 60، عيشي حياتك ولأجلك، ولا يقدر صفوك شيء، عمرك ستعيشينه مرة واحدة فقط. لا تقارني نفسك بالآخرين، لكل منا جماله الخاص ليميزه عن غيره، إن بحثك الدائم عن الكمال في النفس يبعث لديك الدافع لتصبحي أفضل، وهذا الدافع يصحبه ضغط نفسي أنت في غنى عنه. اعرفي قيمتك، تحدثي بإيجابي عن نفسك، تقبلي أخطائك، حاولي أن تري إبداعاتك وتفتخري بها، ومن هذا المنطلق لا تقبلي بالقليل، بل ارفعي من شأنك ومعاييرك، ولا تنتظري من أحد أن يمنحك الحياة التي تستحقينها، فأنت تستحقين الأفضل. حطي نفسك بالأشخاص الإيجابيين، من منا لم يخب ظنه ببعض الناس، لا شك بأنك مررت بتجربة من هذا القبيل مع شخص كان يعينك، ولكن في نهاية الأمر ما عليك إلا أن تسامحيه وتمضي في طريقك نحو حياة أفضل وخالية من السلبيات. واصلي مع نفسك أكثر، اقرأي كتبا حول اكتشاف الذات، مارسي نشاطات جديدة واستثمري وقتك فيها، لربما تصبح هوايات جديدة أو إبداعات جديدة. استمعي لقلبك وانظري إلى الحياة كمغامرة ومستكشفة، عندها ستعرفين حقيقة نفسك وستعرفين قيمتك أكثر. أول الطرق: دعي العمل التطوعي جزءا من حياتك، وبادري في العمل التطوعي على مستوى الأسرة أو الحي، فالعمل التطوعي رسالة سامية تعزز الثقة بالنفس. ألغي التلفاز من برنامجك لمدة يوم أو يومين، حينها ستبتكرين وسائل أخرى للترفيه والنشاط أكثر فائدة ومتعة. دوني يومياتك لتتعرفي على نفسك بطريقة أفضل وتكتشفي النقاط العمياء، وهي النقاط التي لا نعلمها أو لم نكتشفها عن أنفسنا، سواء إيجابية كانت أم سلبية. أعيدي ترتيب غرفتك، مكتبك، وتخلصي من كل فائل لا تستخدمينه. عودي إلى دفتر العناوين القديمة وتواصلي مع أصدقاء الدراسة أو أصدقاء لم تريهم منذ زمن طويل. تعرفي على أصدقاء جدد، تعلمي هواية جديدة أو لغة جديدة أو حتى طريقة طهي طعام تحبينه. تأملي ما حولك، فهذا التمرين مفيد للجسم والعقل والروح، فهو يعطيك الشعور بالاسترخاء، من ثم تستطيع التفكير بشكل أنضج وعلى نحو إبداعي يساهم في نشر كل ما هو جديد في حياتك. فكري بإيجابية، أو في تجربة كلما تذكرتها ابتسمتي وتذكرتي أدق تفاصيلها والشخصيات التي عاشتها معك. مارسي الرياضة، فقد أثبتت الدراسات أن الشخص الرياضي أكثر نشاطا وإبداعا وتقبلا للحياة. ركزي على نوعية غذائك، حيث أن بعض الأطعمة تساعد في الشعور بالسعادة إذ تم تناولها بمعدل ثابت، وهي بالتالي تحسن الحالة المزاجية.
لا تقارني نفسك بالآخرين، لكل منا جماله الخاص الذي يميزه عن غيره.